بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض إن شاء الله سلسلة المحاضرات الخاصة بالرابيد ماينر. في المحاضرة هذه هنتكلم عن كيفية إنشاء البروسيس. إحنا قلنا قبل كده هناخد من الريبوسيتوري، اللي عندي هاخد الداتا سيت اللي اخترناها، هنحطها بالطريقة هذه. طبعا الداتا سيت في لها أوتبوت. الأوتبوت يعني إيش؟ اللي هي هتعدي في عملية أخرى. فعلى سبيل المثال لو انا كنت محتاج اعمل عليها عمليات الكليننج، فحاجة اقول بكل بساطة مثلا بدي اعمل معالجة للميسنج. الميسنج هيطلع معايا هنا مجموعة من الميثودز المقترحة عشان نعالج الميسنج، مثلا ريبليس ميسنج فاليو، الامبيوت ميسنج فاليو، في الديكلير، في ريبليس الفاينات فاليوز، في remove unused value، في fill data gaps. طبعا كل واحدة منهم احنا اذا بننتبه، يعني بمجرد ما احنا نختار عليها هيطلع لي هنا في الهلب في المكان اللي على اليمين هيطلع لي تفاصيل كل عملية من العمليات هذه، سواء الشورت ديسكريبشن عنها او ايش هي بتاخد الانبوت وايش بتطلع. وهذا هو اهم اشي، ان نعرف ان كل واحدة ايش بتطلع وايش لازم تستخدم. تمام. فعلى سبيل المثال لو جينا احنا سحبناها بالطريقة هذه وربطنا بينهم بالخط، الربط هذا دليل او اشارة مني انه الداتا اللي موجودة هنا دخلها على العملية اللي لها علاقة بالريبليس ميسنج فاليو. الان العملية هذه زي ما اخذنا في قبل هيك انه كل عملية من عمليات الداتا مايننج عبارة عن ايتريتيف اند انتراكتيف، في لها انبوت وفي لها اوتبوت. الانبوت لهذه العمليه هي الداتا سيت، الاوتبوت لكل عمليه من العمليات لما نضغط عليها بالطريقه هذه ضغطه واحده هيظهر عندك على اليمين ايش البارامترز اللي بتلزمها عشان تشتغل، يعني اتريبيوت فلتر تايب لو بدك تعمل انت تركز على نوع معين من الداتا او كلها. تمام. وعلى سبيل المثال في عندك امور اخرى هنا ايش الديفولت كليكات. تحت لما نطلع في الديسكريبشن هنلاقي هنا في عندي ايش الانبوت وايش الاوتبوت لهذه العمليه. الانبوت انك تدخل له اكزامبل سيت داتا تيبل وبديك مواصفاته. طيب الاوتبوت في عندي ثلاثه اوتبوت، في الاكزامبل سيت انه يطلع لك الداتا، تمام، في انه يطلع لك البري بروسيسنج موديل الى اخره. كل واحده من هذول لها وصف موجود عندي هنا. تمام كده. طيب الحاله الثانيه لازم ننتبه لها كويس انه كل عمليه من العمليات وكل موديل بنستخدمه في الرابيد ماينر في له خصائص. تمام. الخصائص هذه بتكون موجوده على اليمين هنا. على سبيل المثال انا بدي اعمل ريبليس للميسنج فاليو. احنا اخذنا بهيك في الشرح النظري انه الريبليسمنت ممكن يكون بالافريج، ممكن يكون بالمينيمم، ممكن يكون بالماكسيمم، ممكن يكون بفاليو ثابته. هذا كلام هي موجود هنا. الديفولت انه بياخذ الافريج، ممكن تاخذ المينيمم، ممكن تاخذ الماكسيمم، ممكن تاخذ تحط زيرو، ممكن تبدلها بفاليو. طبعا هذا كله معتمد على انه الميسنج فاليو ايش هي اصلا طبيعتها. تمام. الافريج خلاص هو هياخذ الافريج. تمام كده. لو عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الكلام اللي هنا حنروح لكل واحدة تحت، هي موجود كريتيف فيو ايش يعني، والاتريبيوت فلتر تايب ايش يعني. هي عندي هنا في فلتر تايب ايش يعني، فلتر تايب هي موجود تحت. طبعا في الدورة الحالية او في الشرح الحالي صعب احنا نشرح تفاصيل هذه، الهدف فقط ان احنا يعني نتعرف مع بعض على البرنامج ونتعرف على الامكانيات الموجوده فيه. لكن الاتريبيوت فلتر تايب بيقول لك مثلا this parameter allows you to select the attribute selection filter. تمام. الى وبديك التفاصيل اللي ايه بتلزمك في الموضوع هذا. الان لو افترضنا انه احنا كده خلصنا وانه احنا فقط عايزين نعمل فقط لهذه الداتا، تمام، عايزين نعمل لها عمليه فقط معالجه للميسنج فاليو، بدي اخد من الاوتبوت من هنا للاوتبوت للريزلت هنا. بالطريقه هذه انا بكون عملت عمليه الربط وعملت عمليه التشغيل او وضع القيم اللازمه لهذه العمليه.
تمام. في الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد كيف نشغلها وكيف نستطلع البيانات اللي موجودة، لكن هنا احنا بنكتفي انه احنا فقط كيف نشغل. يعني مثلا لو بدي انا اعمل اوت لاير، بلاش الميسنج، تمام. لو بدي اعمل اوت لاير، في عندي هاي الاوت لايرز، تمام. بديك ايش الخصائص اللي موجودة. في عندي انا اوت لاير بالديستانسز، اوت لاير بالستاتستز بالكثافة، في عندي اوت لاير بتقريب طريقة بنسميها لوف، تمام. وفي كوف، تمام. وكل واحدة من هذه الطرق هي عبارة عن ميثود لازم انا قبل ما استخدمها اكون فاهمها، سواء فاهمها سابقا من خلال دراستي الاكاديمية، او افهمها من خلال ان اقرأ تفاصيلها على اليمين هنا في الديسكريبشن والانبوت والاوتبوت اللي بيلزمها. لانه على كل احوال الرابيد ماينر هو برنامج تطبيقي بنطبق فيه علم احنا الاصل بنعرفه سابقا، تمام. في نفس الاوبريتورز هنا مش بس الكليننج، لو انا بدي استخدم مثلا الديسيشن تري، تمام، بدي اكتب مثلا كلمة تري، هاي الديسيشن تري برضو موجودة، كل شيء هنلاقيه موجود في المكان هذا، لكن بده يكون مطلوب منا نعرف كيف نستخدمه. في المحاضرة الجاية إن شاء الله هنستطلع نتائج كيف نشغل العمليات.